السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده أول فيديو لينا في القناة. قناتنا اسمها تسعير أعمال الكروشيه. أعرفكم بيها وأعرفكم ليه الاسم ده. قناتنا سميناها كده نسبة للجروب بتاعنا على الفيسبوك، تسعير أعمال الكروشيه. أعرفكم بنفسي الأول، اسمي على الفيسبوك حنين دياب. اسمي انا الحقيقي اسمي اميرة حنين، ده اسم بنتي. اول ما عملت الفيسبوك كنت عاملة باسم بنتي، ده زمان يعني، وما حبيتش اغيره خلاص. عملنا جروب تسعير اعمال الكروشيه ليه؟ لان في ناس من اصحاب الحرف اليدوية، اللي منها الكروشيه والتريكو. دلوقتي بقى معانا في الجروب كروشيه وتريكو واشغال، وهي اشغال يدويه كتير قوي، الجلد، ايه تاني، الخرز، حاجات كتير انا طبعا مش متذكره كل حاجه، اللسيه، هنفتكر مع بعض. عملنا القناة على اليوتيوب ليه؟ لان في حاجات كتير قوي ببقى عايزة اقولها وببقى عايزة اشرحها، وفي مشاكل كتير جدا بتقابلنا. فقلنا في الفيديوهات هتبقى اسهل ان احنا نتواصل مع بعض، او انا اوصل فكري عن الكتابة اللي انا ببقى عايزة اقوله، هيطلع في الكلام اكتر من الكتابة. كنت بعمل لايف كتير على الجروب، بس طبعا في حاجات كنت ما بعرفش اسيفها، وفي حاجات كانت بتطير وتضيع بعد هري كتير. نقول بقى يعني ايه تسعير اعمال الكروشيه. يعني في ناس كتير قوي بتشتغل وتيجي تبيع شغلها، ده تبص تلاقي بعد مثلا ما جابت كيلو اتنين تلاتة خيط، كيلو واحد مثلا، واشتغلت اكتر من عمل، تيجي تبيع تبص تلاقي خلاص ما فيش حاجه في ايدها، يعني مبلغ دخلها ممكن تكون لو جابت حق الخيط يبقى كرم من ربنا. طب دليل؟ لان هي مش عارفه تسعر القطعه اللي هي اشتغلتها صح. في قطع بتتسعر غالي قوي، وفي قطع بتتسعر رخيص قوي، وفي قطع بتتسعر متوسطه. التسعير ده بيبقى بناء على ايه؟ بيبقى بناء على حاجات كتير قوي هنتعلمها مع بعض. في ناس مشكله صدفتني كبيره جدا، ودي هنعملها يعني قصه، هنعملها قصه وروايه وحكايه، دي يتعمل لها حلقه لوحدها. اللي هي ايه؟ اضربي سعر الخيط في 2، اضربي سعر الخيط في 3، اضربي سعر الخيط في 4. يعني ايه اضربي سعر الخيط في 2 وفي 3؟ دي مهزله، ده انت كده بتضلي نفسك قبل ما تضلي غيرك لما تقولي اضربي سعر الخيط في 2، لان دي كارثه. وهشرحها لكم دي طبعا باستفاضه، احنا لسه في احنا في الفيديو ده بنعرف يعني ايه القناه دي معموله ليه والايه. القناه دي هتشوفوني فيها ان شاء الله انا وميرفت مجدي، هي معايا في الجروب ومعايا بنات تانية كتير في الجروب، بس القناة احنا اللي هنبقى فيها انا وميرفت ان شاء الله. ولو حد من البنات حب ينضم لينا طبعا اهلا وسهلا بيه. احنا حابين نفيد بعض قوي ونبقى مع بعض ايد واحدة. هنناقش كل المشاكل ان شاء الله في القناة، المشاكل اللي بتواجهنا كاصحاب حرف يدوية، من مشاكل زي ما قلنا التسعير الاول، التسويق، الحاجات اللي احنا بنعملها وما بتتقدرش، الناس اللي ما بتقدرش يعني ايه شغل يدوي. يعني ايه تيجي واحده تقول لك مثلا انت اشتغلتي بلوزه يعني اضعف الايمان، مثلا هقول لك البلوزه دي ب 200 جنيه، تقولي ليه يا ستي؟ ما انا ممكن اروح اشتريها جاهزه ب 100 بس. معقول يعني انت بتقارني الشغل اليدوي بالشغل الجاهز؟ طبعا انا بتكلم على الشغل اليدوي المتقن اللي يستاهل الثمن اللي يتحط فيه، مش اي شغل يدوي. برضو دي هنعمل لها نتكلم فيها، مش اي حاجة تتعمل ويبقى فيها تعب وفيها مجهود ونقول دي شغل يدوي، ويتاخد فيها يتحط فيها مبالغ مثلا. يعني لا، لازم يكون حاجة فعلا
تتقال عليها هاند ميد، لان كلمة هاند ميد مش معناها ان هو صنع باليد بس، لا انا عايزة فن، عايزة حاجة اشوف اقول اه فعلا دي تستاهل، اه دي تحفة، دي احسن مليون مرة من اللي بيتباع بره. في فرق كبير جدا بين شغل المكن وبين الشغل اليدوي، ده احنا هنتكلم فيه. احنا دلوقتي شغالين على مشروع تسويق كبير ضخم ان شاء الله بامر الله، عملنا منه جزء صغير ولسه ما يعني ما اسمرش، بس احنا بنعمل في شغل كبير جدا ان شاء الله بامر الله، هنحل بيه مشكلة كبيرة للتسويق ونعمل سوق، هنعمل سوق ان شاء الله يعني سوق كامل للهاند ميد، نعرف بيه الناس يعني ايه احنا موجودين بنعمل ايه. انا طبعا مش عارفة يعني اقول ايه بالظبط، يمكن هتقولوا بترغي، مش حابة ان انا ارغي كتير، بس انا بقول الكلام ده كله للي ما يعرفش اصلا مين حنين دياب او مين اميرة، للي ما يعرفش يعني ايه جروب تسعير اعمال الكروشيه. الحمد لله الجروب ناجح جدا على الفيسبوك، ده فضل من ربنا وحده سبحانه وتعالى، الجروب معدي الربع مليون. في ناس كتير جدا فاهمة يعني ايه حرفة يدوية ويعني ايه تعب فيها، وفي ناس ما بتقدرش ده. احنا دورنا دلوقتي ان احنا نعرف الناس يعني ايه حرفة يدوية. ان شاء الله بأمر الله هتشوفوني كتير بعد كده، مش هتشوفوني هتسمعوا صوتي يعني هتسمعوا صوتي كتير بعد كده. ولنا لقاء اخر ان شاء الله بأمر الله في مشاكل كتير نلاقي لها حل وندور لها على حل مع بعض. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.